البنات. المهم الى قلتو مده هذه كنت بارطاجيت معكم واحد البنوار ديال الجنه ان شاء الله الله يجيبها على خير وكان يعجبكم بزاف. وكنت قلت لكم راني دفعت لا كوموند ديال ملاك وديال سلمى وراه توصلت بهم اليوم. ها هما اختي بنياتي، هذا ديال ملوكا وهذا ديال سلومه. المهم اصلا فاش وصلوني ديالي وديال جنه كانوا حمقوني لا اختي ما يمكنش راه بنياتي خصهم، وقالت لي واخا ان شاء الله غنصيفطهم ليك وصوبتهم ليا. كما شفتوا هنايا هذا راه الصم الحب كما شفتوا مطروز، هنايا اس بالنسبه لسلمى، وهنايا ملوكا كما شفتوا، وجنة درت لها الجي كان جاها زوين حتى هي كيحمق. وهنا ما نسيناش السي احمد الله ودي السي احمد هو الاول. نقول لك ما شاء الله عليك وما شاء الله على الكاليتي ديال الفوطه، بعدا غير الفوطه كتحمق صراحه عجب احمد بزاف. انا خديته حتى انايا تقريبا فاش كنت كنجمع الحويجات الجنة وليا ملي كنت بارطاجيت معكم ديالي وديال جنة الصراحه كيحمقوا. هادو عاوتاني فاش وصلوني اليوم غزالين، راه ما عندهاش غير هاد شي، عندها بزاف ديال الحاجات، غير انتي وشنو كطلبي وتبارك الله عليك.